نشر على تويتر صورة من احتفالات النادي امبارح لتكريم أبطال حرب أكتوبر، وكتب: النادي الأهلي الذي أنشئ على الوطنية يكرم أولاده من جيشنا المصري الذين شاركوا في حرب أكتوبر المجيدة، حرب استعادة الأرض والكرامة. عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي. كمان أستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشر على تويتر صورة من الاحتفالية وكتب: معقل الوطنية يحتفل بأعضائه من أبطال أكتوبر. نشر أحمد ياسر ريان لاعب النادي الأهلي صورة على الانستجرام من مباراة النادي الأهلي الأخيرة مع الترسانة في كأس مصر، وفي خلفية أحد صور جماهير النادي الأهلي العظيمة، وكتب: جمهوره ده حماه. ناصر ماهر كمان لاعب النادي الأهلي نشر صورة ليه على الانستجرام من مباراة المنتخب الأولمبي مع نظيره الإماراتي الودي امبارح، وكتب: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نروح بقى لفوز المنتخب امبارح على اسواتيني او سوازيلاند سابقا 4-1 في تصفيات امم افريقيا. صفحة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على تويتر نشرت صورة من المباراة امبارح وعلقت وقالت: المنتخب المصري واصل انتصاراته ويتجاوز ضيفه اسواتيني بنتيجة 4-1. سجل للفراعنة احمد المحمدي، عمرو وردة، محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح. كمان نشرت الصفحة الرسمية للمنتخب الوطني على انستجرام صورة للنجم محمد صلاح وكتبت: بهدفه الرائع اليوم محمد صلاح أصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وبرصيد 13 هدف. كمان صفحة كأس العالم على تويتر نشرت صورة لمحمد صلاح وعلقت: مصر تفوز على سوازيلاند 4-1 في تصفيات أمم أفريقيا، هذا الرجل كان ضمن التشكيلة وأحرز مباشرة من ضربة ركنية. كمان صفحة نادي ليفربول الإنجليزي على تويتر احتفلت بهدف محمد صلاح وكتبت: يا له من هدف يا صلاح، هدف رائع حقا. وكمان نشر أحمد المحمدي كابتن المنتخب صور على انستغرام من المباراة وكتب: 3 نقط ومن الجيد إحراز هدف. كمان محمد النني نشر صورة على تويتر وكتب: فوز كبير أمس، فلنستمر في العمل سويا يا رجال. كمان تريزيجيه واللي احرز الهدف الثالث نشر صوره على صفحته على تويتر وعلق: الحمد لله. عمرو ورده كمان واللي احرز الهدف الثاني نشر على صفحته على الانستغرام صوره لاحتفاله بالهدف وكتب: فوز كبير وهدف مميز. كمان نشر علي غزال صوره لي على تويتر من المباراه وكتب: الحمد لله على كل حال، ان شاء الله القادم افضل. باهر المحمدي لاعب المنتخب برضه نشر صورة على مع محمد صلاح على الانستجرام وكتب: مبروك لمصر. ومن المنتخب بقى نروح لكابتن سيد معوض لاعب النادي الاهلي السابق واللي نشر صورة مع علي معلول على تويتر وكتب: ألف سلامة عليك يا أحسن باك ليفت في أفريقيا. عالميا نشر الفرنسي أنتوان جريزمان على تويتر صورة مع باكبا ومبابي وديمبلي في ديزني لاند في باريس وكتب: زيارة قصيرة لصديقنا ميكي، شكرا ديزني لاند باريس. كمان بول باكبا نشر على صفحته على انستغرام فيديو قصير من زيارة ديزني لاند في باريس وكتب: ميكي كان سعيد برؤية الأولاد الفرنسيين، تعالوا نروح نشوف الفيديو. معادنا دلوقتي مع فاصل، بعد الفاصل هيكون معانا ناقد الرياضي أستاذ رامي رجب.